احنا بقى بنضم صوتنا لصوتك وان شاء الله هنبقى معاكي، وانتي عارفة طبعا الجورنال وهنبقى معاكي خطوة بخطوة كده، وهنسجل معاكي تاني اكيد هيبقى عندك محل اكيد. وانا هستنى. طبعا انتوا عارفين ان في برنامجنا اولاد البلد بنسجل وبنحب قوي ان احنا نعمل تقارير مع الستات وبالذات البنات الحلوين، ولا ايه؟ عارفين طبعا انتوا قصه رحاب كده من فتره سجلنا معاها، كانت بتشتغل عند راجل وبالاجره يعني في اليوم، وكانت بتاخد 70 جنيه تمام كده. طبعا احنا قدرنا ننجح ان احنا نعمل ايه بقى، احكي لي بقى. فتحنا فرشة لوحدي وبقيت واقفة اشتغل عليها. دي ما بتضحكيش، اضحكي وبصي للكاميرا. حاضر. لا يعني فتحت فرشة لوحدي وبقيت شغالة فيها، وهو طبعا مش سايبني، بس طبعا أستاذ السحر وقفت لي ناس كويسين معايا، وانا دلوقتي واقفة وليا فرشتي وحصل بقى شوية حاجات. هو احكي لي بقى عمل ايه معاكي، ومين اللي كان بيديكي حوالي 200 جنيه كل شهر وهو قال لهم ما تدوهاش حاجة، والمشكلة دي قائمة على ايه؟ ووزارة التضامن طلبت مننا رقم رحاب، وبالفعل هنتواصل معهم ونديهم رقمها لان رحاب عندها اخت معاقة. كان في واحدة ست اللي هو قال عليها ان هو قال في الخناقة او في الحادث اللي حصل في المشكلة ساعة لما حضرتك دي صورتي معايا في اول مرة، قال انه جايب لي ثلاجه وغساله وبوتاجاز، ومش هو اللي جايبهم اصلا، بس اللي جايبهم واحده ست انا عارفه هي فين، هي ست كويسه. طب ليه ما روحتيش تواصلتي معاها يا ريحان؟ ما هو سبقني والله اعلم، هو راح قال لها يعني سوق كلام عني ما حصل. بنتي هنا بقى في المكان اللي احنا يعني المكان اللي البوابه نيوز خليتك واقفه فيه، حد بيرخم عليكي ولا الناس هنا زي ما احنا قايلين لهم يخلوا بالهم منك؟ في حد بقى بيعمل معاكي زي اللي كان بيعملوه هناك لما كنت واقفه بيدوكي ارقام تليفونات، ولا هنا الدنيا امان؟ لا هنا الدنيا امان، والناس هنا كويسه وكلهم بيعاملوني كويس، وانا دلوقتي يعني انا حاولت ان انا ايه ابقى في شغلي وبس، وانا في شغلي وبس فعلا، بس ماليش دعوه اي حاجه بتجيلي بتلاشاها. واضح بقى ان رحاب هتبقى معانا سلسله، مش بس برنامج حلقه او اتنين، لان احنا هنتواصل تاني مع رحاب لما ندي رقمها لوزاره التضامن، لان هم بالفعل طلبوا مننا رقمها وهنديه لهم. احكي لي بقى يا رحاب عن موضوع اختك وازاي بتعيني، وطبعا هي كده كده وزاره التضامن طلبت مننا ان هم ياخدوا رقمك. احكي لي بس هي عامله ايه وحالتها الصحيه عامله ايه؟ هي عندها ضمور في المخ وعجز في الاطراف، بس بنحاول واحده واحده ان هي تحاول تمسك حاجه بايديها، دي اكبر مني عندها 20 او 22 سنه وبس. وعندي تحتاج علاج بقد ايه؟ بتحتاج علاج، هو قالوا ان الضمور على المخ ما بيتعالجش، بس هو ليه علاج يعني، عايزه محتاجه تروح علاج طبيعي. علاج طبيعي وعلاج للمخ والاعصاب. تمام. وألاء طبعا اصغر مني وبس، وانا الثالثه. وعندي امي طبعا يعني اشتغلت كتير علينا، بس هي طبعا دلوقتي قاعده في البيت ما بتشتغلش. وانا برضو في نقطه عايزه اقولها، ان امي مطلقه وبتاخد معاش من بابا اللي هي بتدفعه ايه في السكن، اللي هو كام السكن؟ الايجار 750 جنيه. وهي بتاخد معاش كام؟ يعني متهيألي يا 700 يا 750 برضو، يعني ما اعرفش قوي يعني ما سالتهاش. ماشي. وايه فعلا ايه بتاخد معاش ذوي الاحتياجات الخاصه، المعاش بتاعها اللي هو على نفقه الدوله اللي هو 200 جنيه بس لكن مفيش دخل تاني، يعني هو الدخل ده اللي لاحتياجات البيت، لكن المصاريف البيت بقى سواء انا اللي بجيبها. يعني مثلا انت بنت ب 100 راجل يا حبيبي؟ صح. انت عارفه انا قد ايه؟ طبعا.